أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، صدق الله العلي العظيم. الارتباط الاستثنائي بل الارتباط الفريد بين الإمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما، الارتباط تكويني في عالم الأنوار، الارتباط الروحي في عالم الأرواح، الارتباط التكويني في عالم الدنيا، الارتباط في الأدوار في عالم الدنيا، الارتباط التشريعي في عالم الدنيا، والارتباط في العوالم التالية إلى حد الجنة. هذا الارتباط بين الإمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما ليس ارتباطا استثنائيا، بل هو ارتباط فريد ما إلى نموذج ثاني في كل الخلق. وتكشف ذلك الروايات الشريفة التي تحدثت عن جوانب من هذا الارتباط، ويكشف ذلك الأحاديث الشريفة التي بيّنت بطريقة الدلالة الالتزامية الحديث عن موضوع، ولكن بالدقة في الحديث يكتشف الإنسان وجود ارتباط وثيق جدا بينهما صلوات الله عليه. نموذج على ما ببالي هذا النموذج ذكرته سابقا في الزيارات، عموما في الزيارات التي نسلم على واحد واحد من المعصومين صلوات الله عليهم، عندما نصل إلى الإمامين الحسن والحسين نسلم عليهما معا بعبارة واحدة: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء مثلا، السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي. حتى في السلام على واحد واحد عندما نصل إلى الإمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما نسلم عليهما معا، هذا يدل بالدلالة الالتزامية، والعبارة عبارة سلام، ولكن يدل بالدلالة الالتزامية على أن ارتباط بينهما ارتباط استثنائي، ارتباط آخر.
هنا نقاط كثيرة أشير إلى بعضها بسرعة. أولا، في الأحاديث الشريفة النبوية، النبي صلى الله عليه وآله في العديد بل الكثير منها جمع بينهما في الخطاب، جمع بينهما في بيان الحكم بينهما. الروايات الشريفة في هذا المجال كثيرة، بعض الروايات مشهورة جدا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، إن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسين صلوات الله عليهما. الروايات في هذا المجال حتى بعضها من أشهر الروايات، تعتبر من أكثر الروايات تواترا في مصادر العامة في مصادر الخاصة. قبل الأحاديث الشريفة النبوية، الآيات القرآنية التي جمعت بينهما، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، هذا بعد تفسيرها بعد واضح، يؤتكم كفلين من رحمته في الأحاديث الشريفة، أي الحسن والحسين صلوات الله عليهما. الآيات القرآنية الشريفة، آيات أيضا أخرى، الأحاديث النبوية الشريفة كشفت وجود ارتباط وثيق بينهما. في العبارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في الزيارات، في زيارة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، اللطيف أنه المعاني التي ذكرت من قبل النبي صلى الله عليه وآله في زيارة المعصومين، مجموعة منها خطاب للإمام الحسن، مجموعة منها خطاب للإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه أجمعين. مثلا من جملة الروايات الشريفة أقرأ لكم بعض الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام المجتبى صلوات الله عليه، وهو آنذاك سباعي أو أقل، عمر الإمام 7 سنوات أو دون 7 سنوات، يا بني من زارني، في زيارة المعصومين، أي واحد من المعصومين، من زارني حيا أو ميتا وزار أباك أو زار أخاك أو زارك، المعصومين آنذاك هؤلاء الأربعة، الصديق الكبرى قبرها غير معروف، شنو الأجر؟ كان حقا علي، النبي صلى الله عليه وآله يقول، طبعا لا حق على رسول الله إلا ما جعله على نفسه، كان حقا علي، يعني النبي هو جاي يخلي هذا حق علي، كان حقا علي شيئان، كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه. هنا ملاحظة بسيطة، الحوائج الدنيوية هي الدنيا صغيرة جدا، حوائجها مثلها، شنو الحوائج الدنيوية؟ أكثر شيء شنو؟ شخص ممكن أن يموت فيطلب أن لا يموت، بعد أكثر من هذا شنو؟ هو الموت شنو؟ مو شيء مهم يعني، الدنيا صغيرة، الآخرة ضخمة بما لكلمة الضخمة من معنى. الحوائج الصغيرة، حوائج الآخرة ما هي؟ العتق من النار، الخلاص من الذنوب، هذه ضخمة بما لكلمة الضخمة من معنى، يتوقف عليها الشيء الأبدي. مثل الدنيا، الدنيا شنو حوائجها؟ هي كل عمر الدنيا 100 سنة وأقل عادة، لو أكثرهم هذا نادر. شنو هي 100 دنيا؟ هي 100 دنيا 100، شنو 100 سنة؟ 100 سنة بالنسبة للآخرة لحظة، لحظة
وأقل من لحظة، صحيح؟ البعض يستغرب نطلب حوائجنا الدنيوية من رسول الله، من أهل البيت صلوات الله عليه. أقول يا رسول الله اشفي المريض الفلاني، يا رسول الله أطل عمري، يا رسول الله أعطني الفلان الشيء الفلاني، يا رسول الله ارزقني. في هذه الأمور ما يتمكنون يتحملون أننا نطلب حوائجنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي هنا شنو يقول؟ يقول أن أزوره يوم القيامة فأخلصه من ذنوبه. النبي بيده الخلاص من الذنوب في يوم القيامة، هذه الحاجة الضخمة الضخمة. على حوائج الدنيا ما يتحملون، على الرزق لا، شرك شرك. النبي صلى الله عليه وآله له صلاحية ويصنع ذلك، مو بس له صلاحية، يخلص الناس في يوم القيامة من ذنوبهم. أي عقول هذا؟ حوائج الدنيا. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. حديث شريف آخر، نفس هذا المعنى تقريبا، النبي صلى الله عليه وآله يخاطب به. الحديث الأول الخطاب للإمام المجتبى، تقريبا نفس هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله يخاطب به الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليهم وآلهم. يقول صلى الله عليه وآله: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. اللهم صل على محمد. أيضا إشارة سريعة، وعلى ما ببالي هذه الإشارة ذكرتها ببعض التفصيل فقط كإشارة. العبارة هواية عجيبة، اللي يزور النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هو صديق. كلمة صديق هواية كبيرة، هواية كبيرة، درجة عالية جدا. من اللي يزور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ بس روح للأربعين حتى تعرف. ناهيك عن بقية أيام السنة، كلهم هؤلاء صديقون، مو صادق مو صدوق، صديق، أعلى درجات الصدق. مو عجيبة؟ كثير عجيبة. في حديث شريف عن الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، يقول الراوي زيد بن أرقم، يقول: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. شلون يصير زيد بن أرقم حسب تعبيرنا قفل؟ شلون يصير صديق قبلنا شهيد؟ شلون كل شيعة شهداء؟ زيد بن أرقم استغرب فاستشكل، أو خلينا نقول سأل، فقال: كيف يكون ذلك وعامتهم يموتون على فراشهم؟ وين شهيد؟ هذول أكثرهم يموتون على فراشهم. بعد إشكال الصديق ما قال، أو السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه، فقال صلوات الله عليه: أما تقرأ في كتاب الله في الحديد، أو أما تقرأ كتاب الله في الحديد؟ في الحديد يعني في سورة الحديد. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الإمام ذكر لآية قرآنية، وفي القرآن أكو هذا: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. هذول هم عمتهم يموتون على فراشهم، اللي آمنوا بالله ورسله
عمتهم وين يموتون؟ يموتون على فراشه. شو تقول في الآية؟ يقول في هذا الحديث. وأما الجواب اللي الإمام ما بين له، الجواب أكو كلمة عند ربهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. الناس ما يعتبروهم صديقين، لا يعتبروهم الله يعتبرهم صديقين. كيف الناس لو كيف الله؟ الناس ما يعتبروهم شهداء، ما يت على فراشه، الله يعتبره شهيد. تريد ولا ما تريد؟ مو مهم أنت أصلا. عند ربهم ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. الناس ما يعتبروهم صديقون، لا يعتبروا، ما يعتبروهم صديقين، لا يعتبروه. الناس ما يعتبروهم شهداء، لا يعتبروهم، مو مهم أصلا. المعادلة مو عند الناس، مو بكيف الناس. الله عز وجل يعتبر من لا يعتبره الناس صديقين، الله يعتبره صديقا. الله عز وجل يعتبر من لا يعتبره الناس شهداء من شهيدا، الله يعتبره شهيدا. خلاص الآية هم واضح، أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. المعادلات الحقيقية عند الله مو عندي وعندك. فالنبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف يقول: لا يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي. 20 مليون، 30 مليون صديق. نعم صديقون عند الله صديقون. 20 مليون في 40 أقول، 30 مليون في 40 هذا غير بقية أيام السنة اللي يزورهم صلوات الله عليه. نقطة أخرى في هذا المجال، وإن كانت العبارات مؤلمة، الذي جرى بين الإمامين الحسن والحسين صلوات الله عليهما عند استشهاد الإمام المجتبى صلوات الله عليه. أنقل لكم حديثين شريفين. في حديث شريف، الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه حضر عند الإمام المجتبى صلوات الله عليهما في ساعاته الأخيرة. طبعا واضح حال الإمام الحسين شنو. فقال الإمام المجتبى لأخيه سيد الشهداء، قال لأخيه سيد الشهداء صلوات الله عليه: يا أخاه لا تحزن علي، فإن مصابك أعظم من مصيبتي. إلى أن يقول الإمام المجتبى، شلون عبارة عجيبة، يقول يذكر مصاب سيد الشهداء ثم يقول: فيا ليتني كنت عندك أذب عنك. الإمام المجتبى يتمنى أن يكون في يوم عاشوراء حتى يدافع عن أخي سيد الشهداء. في مقطع آخر لعله في نفس الجلسة أو قبلها بساعة بعدها بساعة، يسأل الإمام سيد الشهداء من أخيه الإمام المجتبى، يقول: كيف تجدك يا أخي؟ شلون صحتك؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أجدني، يعني أجد نفسي، في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، إلى أن يقول: على كره مني لفراقك. الإمام المجتبى يبين أنه شائق جدا إلى جده في نفس هذا الحديث، إلى أبيه، إلى أمه صلوات الله عليهم. ولكن المشكلة: على كره مني لفراقك. أنا جاي أرتحل من الدنيا، فرح أنا، فرح أنني ألتقي بجدي رسول الله، ألتقي بأمير المؤمنين، ألتقي بالصديقة الكبرى، ولكن الشيء الوحيد: على كره مني لفراقك. الذي يؤلم الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام في ارتحاله من الدنيا فراق أخيه سيد الشهداء صلوات الله عليه. بعد استشهاد الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام، أنقل لكم هذا الحديث الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال: إن الحسين بن علي،
تعلمون المدينة آنذاك كانت صغيرة، البقيع كليا كانت منفصلة عن المدينة، يعني المدينة تنتهي صحراء، بعد ذلك بداية البقيع، اللي كان يروح للبقيع يطلع من المدينة آنذاك خصوصا. عن الإمام الباقر صلوات الله عليه إن الحسين بن علي كان يزوره، كان يدل على الاستمرار، يعني مو مرة ومرتين، لا، هذا دأبه. إن الحسين بن علي كان يزور قبر الحسن في كل عشية جمعة، كل ليلة جمعة يذهب إلى زيارة قبر أخيه الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. الأحاديث الشريفة في هذا المجال كثيرة. أختم كلامي بحديث شريف عن الإمام المجتبى صلوات الله عليه. هذا الحديث لنا. هذا الحديث طبعا أبعاده كثيرة، كل إنسان يتمكن أن يأخذ جانبا من هذا الحديث، قضية وسيعة جدا. قبل أن أنقل لكم هذا الحديث الشريف، أسأل منكم: كم هو ثواب كافل اليتيم؟ شخص يكفل يتيما، يتيما فقد أباه، كم هو ثوابه؟ الروايات الشريفة تعج وتضج بثواب كفالة اليتيم، أصلا خارج عن الإحصاء ثواب كفالة اليتيم. الآن اسمعوا إلى هذا الحديث الشريف عن الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث ينقله حفيده الإمام العسكري في تفسير الإمام العسكري، هذا الحديث الشريف موجود. عن الإمام المجتبى صلوات الله عليه قال: فضل كافل يتيم آل محمد، اللهم صل على محمد. من يتيم آل محمد؟ المنقطع عن مواليه، الناشب في تيه، هذا يتيم آل محمد. يتيم آل محمد هو الإنسان المنقطع عن مواليه صلوات الله عليه، هؤلاء الذين يبتعدون أو البعيدون عن أئمتهم صلوات الله عليه. هذا يتيم. الوالد الحقيقي، الأب الحقيقي من هو؟ أنا وعلي أبوا هذه الأمة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اليتيم هو المنقطع عن أبيه، عن آبائه. هذا المنقطع عن إمامه أو البعيد عن إمامه، هذا يتيم، هذا يتيم حقيقي. فضل كافل يتيم آل محمد صلوات الله عليهم، المنقطع عن مواليه، الناشب في تيه، الصحراء التي يضيع الإنسان فيها، ما يدري من وين يروح. هؤلاء كم هو عددهم في الدنيا؟ بالمليارات. يكفله، شي يسوي فيه؟ المنقطع عن مواليه، الناشف في تيه الجهل، يخرجه من جهله. كافله ماذا يصنع به؟ يوصله إلى آبائه، إلى الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه، الأمور المشتبهة عليه اللي ما يعرفها يوضحها إليه. هذا كافل يتيم آل محمد صلوات الله عليه. فضل هذا كافل اليتيم على ذاك كافل اليتيم العادي، فضل كافل يتيم آل محمد صلوات الله عليهم على كافل، أو على في بعض النسخ، على فضل كافل يتيم يطعمه ويسقيه. شنو الفاضل؟ شنو الفارق؟ ك
كفضل الشمس على السها. الشمس أكبر جسم منير في العالم، صحيح في عالمنا ماكو بعد أكبر من الشمس شيء منير. السها من أضعف النجوم نورا، من مجموعة بنات النعش يسموها، لعله أضعفها، نجمة قليلة النور جدا، يضرب بها المثل في قلة النور في ضعف النور. فضل ذاك على هذا كفضل الشمس على سها. إيش قد الفرق وأنت أضرب الشمس نورها؟ يقال هكذا، لو أننا ملأنا السماء كلها، السماء اللي نشوفها بالبدر، يعني كل السماء صارت بدور، ليلة 13 ليلة 14 إيش قد أكو بدر؟ لو ملأنا السماء اللي نشوفها بالبدور، نور الشمس وحدها أعظم من هذا النور اللي يكون بخمسة أضعاف. نور الشمس جدا قوي جدا، خمسة أضعاف ما لو ملأنا السماء بالبدور، هذا نور الشمس. فكيف بالنسبة إلى سها؟ كافل يتيما عادي ثوابه هذا هكذا عظيم. كافل واحد منحرف، واحد بعيد عن أئمته، منقطع عن أئمته، تأخذ بيده توصله إلى أئمته. هذا فضلك على ذاك كفضل الشمس على سها. قلت كل بطريقته، كل في مجال معين. تتمكن أن توصل شخصا بعيدا عن أئمته وهم آباؤه الحقيقيون، توصله إلى الأئمة الطاهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة الحسن والحسين، وفي الدنيا والآخرة شفاعة الحسن والحسين، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.